صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوم من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما سل كربلاء كم من حشا لمحمد رغبت بها وكم استجدت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس السيوف وبها على صدر الحسين ترقرق برعته حسنا لأكرم السيدين أفديه من ريحانة جفت بحر ضمان وحر مغندي جمع الصفات الغار وغي تراثه عن كل غطرف وشغم أصيدي في بأس
حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مغابة أحمد حضرة الزمر الكرب لبحال الشجية شافت عن الأكبر على حر الوطير أطراف
الناس، بل ينظر بتلك البصيرة إلى مرضاة الله ويتحرك من منطلق التكليف الشرعي ويدلي بما يدلي به من كلمات ومواقف في هذا الوجود انطلاقا من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبين أن مثل هذا الشهيد يبلغ ذلك المقام القريب من الله، بل يصبح ماذا؟ عند الله. هناك مقام تتسابق عليه أو يتسابق عليه من يريد أن يصل إلى مقام القرب إلى الله عز وجل، وهو مقام العندية. الشهداء ليسوا أحياء فحسب، بل بلغوا مقام العندية، أي انتقلوا وأصبحوا أين؟ عند الله، عند ربهم يرزقون. هذا الشعور وهذا الفهم وهذه الرؤية يجب أن توفر لنا تلك المنطلقات السليمة التي من خلالها ندرك حقيقة مقام الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. نقف قليلا مع مقام العندية ونتوقف مع من؟ مع آسيا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. الصياغة اللغوية أو الصياغة الدارجة في اللغة أن تقول ماذا؟ ربي ابن لي بيتا عندك في الجنة. ولكنها ماذا قالت؟ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قدمت العندية على البيت. أي غاية آسيا ما هي؟ أن تكون عند الله، أن تبلغ مقام العندية. ومن هنا الشهيد كذلك بعيدا عن ما يناله الشهيد من أجر عظيم، ولكن الشهيد في لحظة في ثوان ينتقل إلى هذا المقام السامي ويصبح ماذا؟ عند الله، يصبح بجوار الله عز وجل، مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقام العندية يبلغها الشهيد في لحظات وفي ثوان. العرفاء العباد تمضي السنوات وهم يجتهدون في ماذا؟ في غاية الوصول إلى مقام العندية. الشهيد في ليلة أخلص فيها إلى الله ورمى الدنيا وراء الظهر وغض الطرف عن كل ما يحجبه عن المحبوب وهو الله، فبلغ بذلك التوفيق الذي نقله إلى مقام العندية. العارف العابد ربما تمضي سنوات عديدة وهو في مجاهدة النفس وفي السعي لبلوغ هذا المقام، ولكن الشهيد بإخلاصه
وبرؤيته وبارتباطه بالله عز وجل في منطلقاته. هذه مسألة جوهرية، أن يكون الشهيد بالفعل منطلق من ماذا؟ من منطلق التكليف الشرعي، ومن منطلق أداء تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الشهيد حتما يبلغ ذلك المقام السامي الذي ينشده عند الله. ثم ما هي غاية السائر إلى الله أحبتي؟ أليست الغاية أن نصل إلى مرضات الله عز وجل؟ حتى هذا الحراك وغير الحراك، الغاية ليس رفع المظلومية فحسب، بل ترفع المظلومية بجهود المؤمنين، لأن الالتزام بالتكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يملي عليهم القيام بذلك الدور. هذه الرؤية يجب أن تكون واضحة لدينا جميعا. المحور الثاني، مقام الشهيد الاجتماعي والسياسي. خطاب الشهادة وثقافة الشهادة وإحياء ذكرى الشهداء وتسطير سير الشهداء وتحريكها في المجتمع، ينظر إليها المنظور السلطوي على أنها خطاب يغذي التطرف ويغذي العنف ويغذي الإرهاب، بل تسعى الماكنة الإعلامية على مر العصور وفي مختلف البلدان، ولا يقتصر الأمر ببلد دون بلد، يسعى هذا المنظور لماذا؟ يسعى هذا المنظور لتشويه قيمة الشهادة ومفهوم الشهادة وإضعاف موقعية الشهادة ومقامها في نفوس الجماهير. لماذا؟ لماذا أحبتي؟ لأن خطاب الشهادة وإحياء ذكرى الشهداء يمثل استنهاضا في مواجهة الاستبداد، وإيقاظا لحس المسؤولية، ورفضا لسياسة القهر والظلم. ولذلك نلاحظ هذا التشويه المستمر لمعاني الشهادة ولثقافة الشهادة، بل نلاحظ التزوير التاريخي الذي نال الشهداء على مر العصور. إن كنت تتألم من تشويه سيرة شهيد من الشهداء تربطك به علاقة أو تعتز بما قدمه للدين والوطن، فسافر بقلبك أو سافر بعقلك للتأمل في التشويه الذي نال حتى سيرة الإمام الحسين عليه السلام، حتى سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه. بل توجد أحبتي في بعض الدراسات المكتوبة التي تسعى لتزوير التاريخ، ومنها أحد الكتاب ماذا قال؟ قال: وكان الخليفة العادل هارون يتردد على موسى بن جعفر في سجنه، ولم يكن يأكل من إداما حتى يأكل منه موسى بن جعفر، وعرض عليه مرارا الخروج من السجن شريطة الإقلاع عن الفتنة، فأبى موسى بن جعفر.
هذا التزوير. حتى التزوير الذي ينال ماذا؟ ينال الجريمة البشعة التي لم تشهد البشرية مثيل لها والتي حدثت للإمام الحسين سلام الله عليه. بعض الكتابات ماذا تقول؟ لتبرئة الجهة المسؤولة عن جريمة قتل الحسين عليه السلام، ماذا تقول هذه الدراسات؟ وبعض الكتاب الذين اشتهروا كثيرا ينقل ويقول أن يزيد بن معاوية عندما بلغه خبر مقتل الحسين خر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه. ومن بعد ذلك يأتي في سرد التفاصيل ليوحي إلينا في مشروع تزوير التاريخ أن يزيد بن معاوية فتح ما يشبه أو ما يعنون في لغة اليوم بلجنة تحقيق، فحقق مع عمر بن سعد واتضح أن عمر بن سعد بريء من الجريمة، ومن بعد ذلك مع الشمر، ومن بعد ذلك اتضح أن من قتل الحسين عليه السلام رافضيا من أهل الكوفة يسمى لعثم. هذا التزوير ممتد بامتداد التاريخ، وهذا التزوير كذلك ينال ماذا؟ ينال من معاني الشهادة ومن سير الشهداء. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ينقل أن عندما بلغ الخبر أهل الشام في السوق بمقتل علي بن أبي طالب عليه السلام، ووصلهم الخبر، بلغهم الخبر أن علي بن أبي طالب قتل في محراب الصلاة، والماكنة الإعلامية الأموية كانت تمتهن مهنة تشويه سمعة علي بن أبي طالب والتحريض على كراهيته. بلغ الخبر أهل الشام في السوق أن علي بن أبي طالب قد قتل في محراب الصلاة، استغربوا واستنكروا، قالوا أيصلي علي بن أبي طالب حتى يقتل في محراب الصلاة؟ لا تستغربوا أبدا من تشويه سير الشهداء ولا معاني الشهداء. ومن أخطر التشويهات لمعاني الشهادة هي تصوير الشهداء على أنهم ماذا؟ على أنهم سرقوا الأمن وسرقوا الأمان وكانوا يثيرون الفوضى والقلاقل. أبدا، الشهداء أعطوا بدمائهم أزكى وأسمى معاني الأمن والأمان. الشهداء قدموا كل ما لديهم من أجل صناعة الواقع الآمن للجميع. الشهداء هم الذين بدلوا ما لم يبدله سواهم في سبيل تحقيق الأمن والأمان. المحور الثالث، شهادة الشهيد. الشهيد شاهد على عصره، شاهد على الظلم والاستبداد والطغيان، شاهد على كل ما تنزل على الأمة من وجوه الاستبداد. ولذلك الشهيد شهادته لتوثيق إدانة المجرم المتورط بجريمة الظلم أوثق
وأبلغ ممن سواه. لماذا؟ لأنه كتب هذه الشهادة بدمائه الزكية، سطرها بدمائه الزكية لتكون وثيقة ودلالة كونية ثابتة على طغيان الطاغي وظلم الظالم. والشهيد كذلك شاهد على قاتله. الروايات تشير أنه يأتي في يوم القيامة ويقول: يا رب، قتلني فلان، قتلني فلان. هذه الشهادة إن لم تأخذ بمفعولها في محاكم العدل الأرضية فهي حتما تحمل تلك الإذانة الكبرى للمجرم الذي قتل الشهيد في محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الإلهية. صلوا على محمد وآله. والشهيد شاهد على المتواطئين الذين باركوا الجرائم، جرائم القتل والاضطهاد، شاهد على وعاظ السلاطين الذين أصدروا الفتاوى والتأويلات لتبرير جرائم القتل والفتك، شاهد على المتخاذلين الذين وظفوا حناجرهم وأقلامهم من أجل شرعنة الظلم والقتل والذبح بغير حق. إذن هذه الشهادة التي يدلي بها الشهيد هي من أوثق الشهادات، بل هي أوثق شهادة تبين تعرض الأمة للظلم والاضطهاد والفتك. ولكن رغم كل ما بلغ وقد يبلغ، يبقى المتنمذج والمتآسي والمقتدي بالحسين سلام الله عليه ثابتا على طريق المطالبة بالحق والدعوة إلى الحق مهما بلغ الزمن. وماذا عساه أن يكون غير القتل؟ هذه مدرسة الحسين سلام الله عليه، ولذلك من تغدى بهذه المدرسة يبقى ثابتا على المبادئ. وهذا الثبات الموقفي هو بفضل التآسي والتولي بالحسين سلام الله عليه. هذه المدرسة العظيمة التي تسطر ملاحم ونماذج التضحية والفداء والإباء لكل المستويات العمرية والاجتماعية والفئوية، وبالخصوص فئة الشباب. تلاحظون أن الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا درسا بالغا في القيادة. أول من تقدم من معسكر الإمام الحسين عليه السلام للقتال كان من؟ كان علي الأكبر. لم يوفر ابنه للمستقبل، وإنما بما أنه يؤمن أن هذا المشروع يمثل مشروع حق، أول من تقدم في معسكر الحسين سلام الله عليه
كان علي الأكبر عليه السلام. وهذا الدرس ينبغي أن يكون ماثل أمام العين وحاضر. وكم سطر الشباب أروع الأمثلة على الفداء والتضحية في سبيل الحق وفي سبيل الدين وفي سبيل المبادئ التي انطلقوا منها. ولذلك بعض المؤرخين ماذا يقولون؟ يقولون أن الحسين سلام الله عليه أراد إخافة القاسم بن الحسن حتى لا يتقدم إلى القتال في سبيل الله، وقال له: بني قاسم، كيف تجد الموت؟ تأملوا في الإجابة. قال: فيك أحلى من العسل. الإجابة لا تبين خوف القاسم، والسؤال لا يدلل على رغبة الإمام الحسين عليه السلام في تخويف القاسم، وإنما أراد أن يضرب المثال لأصحابه. انظروا إلى هذا الشاب كيف يرى الموت وكيف يرى التضحية في سبيل الدين والمبدأ. يرى التضحية في سبيل الدين والمبدأ أحلى من العسل. هذه هي الغاية، هذه المدرسة هي مدرسة تخريج الإنسان المبدئي الذي لا يساوم على دينه وعلى قيمه وعلى حقوقه. الإنسان الذي ينطلق دائما وهو ينظر إلى الأمام بتلك النظرة المملوءة باليقين الذي يعتمر الصدر المرتبط بالله عز وجل، الذي تنزلت فيه السكينة والطمأنينة. ولذلك انظروا إلى الشباب كم قدموا. أنقل لكم بعض الصور ولا أريد الإطالة عليكم. الصورة الأولى: غلام لم يبلغ الحلم، يأتي إلى خيمة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يخط السيف في التراب. ينظر إليه الإمام الحسين يقول له: بني، ما الذي جاء بك؟ قال له: سيدي يا أبا عبد الله، جئت للقتال بين يديك. قال له: بني، ارجع إلى أمك. قال له: سيدي يا أبا عبد الله، أمي هي التي أرسلتني. أمره بالرجوع إليها فرجع، وإذا به يعود مجددا للإمام الحسين عليه السلام. أمره بالرجوع ثانيا، وإذا به يعود ثالثا للإمام الحسين سلام الله عليه، وإذا بالحسين يأخذ بيده ويرجع به إلى خيمة النساء، أرجعه إلى خيمة أمه. وإذا بالأم، انظروا إلى هذا الموقف، وإذا بالأم أم الشهيد، وإذا بالأم تخرج من خيمتها والدموع تتصبب على خديها وهي تخاطب الحسين، تقول له: خذه يا حسين، أتثكل الزهراء بابنها ولا أثكل بابني؟ هذه الصورة تدلل على ما تحمله مدرسة كربلاء من زخم يعطي الإنسان ذلك المدد الذي يحتاجه لمواجهة الطريق، وإن صعب الاستمرار في هذا الطريق. ولكن من أصعب الصور هو فقدان من تحب من الشهداء. كلما كان الحبيب أحب كان فقده أشد، وكلما كان المفقود أعز كانت اللوعة على فراقه أشد. ولذلك ما حال قلب الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يرجع بماذا؟
رجع أولا بعلي الأكبر وهو مقطع ليربة ليربة، ولكن أريد أن أنقل لكم هذه الصورة وهو يعود بالقاسم، رجع بالقاسم وطرحه بجانب علي الأكبر، القاسم في جانب وعلي الأكبر في جانب. فأتى الإمام الحسين وجلس ما بين علي الأكبر والقاسم، مرة ينظر إلى القاسم وينادي وقاسما، ومرة ينظر إلى علي وينادي وولداه، ألا هل من مناد وحسينا. شباب وحاضرين الى مجلس الشباب، خلنا نعزي الحسين بالشباب. شو يقول ابو علي؟ يا الشباب يا الشباب فرقتكم فجيلة فجيلة يوم غيبتكم طويلة ينجوم غيبتكم طويلة طويلة طاح الحمل ياهل يشيلة وضع للحراير من يجينا. يلا ولنا مع الحسينة. وضع للحراير من يجينا. بعد شي خاطبهم الحسين يقول يا الشبان عفتم خيبكم يا شبان يا الشبان عفتم خيبكم يا شبان كلكم نمتوا على التربان ظللت وحدي بين عدوان وعفت الحريم بغير يا ويلي وعفت الحريم بغير ويا الحسين تمدد بين القاسم والأكبر ترى ينادي وقاسما ترى أخرى ينادي وولداه وعليا من هو يقدر ينخل على الحسين وهو في تلك الحالة دخل الزلمة لما رأت الحسن بتلك الحال كأني بما نادت راسا وحسينة التفت الحسين إلى زينب شي يقول له يا زينب شدي جروح الشبيبة يلا شباب حق الشباب على الشباب يا زينب شدي جروح الشبيبة يا زينب ما لغيرك يا النجيبة يا زينب هالولد من وين اجيبه وخي زينب خلي النساء يدخلون يزودون من الشباب
وخي زينب نادي على ام الشباب قالها تودع الشباب. واذا بزينب تنادي كأني بها تنادي اخي ليلى تريدين تدخلين تشوفين الشباب لكن الزم قلبك راح تشوفين موقف مغول تقول لها يا الحزينة ما تقدري تنظرين يا الحزينة شفتون شبانكما ولكن أدري حال الحسينة لما راى ذلك الشباب وحال النساء علي الاكبر شلون شال الحسين يقولوا لفه في برد مقطع مفضل. يلا الى كربلاء وجه قلبك مع الحسين ومع ام الشباب تقول الى زينب يا الحزينه ما تقدري تنظرينا يا الحزينة شفت جسم مقطعينا يا ويلي يا الحزينة بالسيوف موزعينا. شنو جواب الأم؟ ما علي يا زينب بعد خليني ادخل اشوفها خليني اودعها خليني انظر الى نظرة وداع. تقول لها يا زينب بالله خليني اشوفها يا زينب والله ما اقدر اعوفها يا زينب دمعتي لجل جروفها. ودخلت ام الشباب وشفتون ام الشغيل اذا تدخل على على ذلك الجسد في المغتسل شفتون شو تسويها يقول يا الاكبر يما ليلة تصيح يا ابني دي حاجيني ترى مصابك قتلني يما يا يما يا يما يما قعد وخليني احاجيك يا سراج بيتي ايش اللي مطفيك نايم على حر الثرى لو انت انفدى يا ولدي لو انت انفدى بالروح نفدي وخرت على جسم العزيز تنادي شيبت راسي يا شبيه الهاد وليلة حلوة تصيح داب فادي تمشي وتعثار مشية المذهول صيح جسم ابن علي راوني عين انعمت من راح نار عيون بعد شي تقول ما اريد بعد ابن العمر دفنوني ولا شوف جثة
الولد محمود وتخاطب الحسين يا حسين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف انزاع قالها يا ليل الزودي من وداع مشري بعدنا ناقة مهزولة ويل جاب بردته ومملي بالجراح على التربان مد والجلد راح كشف وجهه وصف جراح على ومن عاين لزينب وعلي صاح علي راح يا زينب إلهي بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين بني صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وعجل فرجنا بهم يا كريم اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والطف بشيعتها ومحبيها ودمدم بالعذاب على ظالميهم وظالميها اللهم نفس هم المهمومين فرج كرب المكروبين رد الغرباء والمهجرين اشف المرضى والجرحى والمعلولين فك الأسرى والمعتقلين اللهم واقض حوائج المحتاجين اللهم أفرغ علينا اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وقتل شبابنا اللهم أرنا فيهم يوما قريبا عاجلا اللهم انتقم منهم إنك عزيز ذو انتقام يا منتقم يا منتقم يا منتقم إنك عزيز ذو انتقام ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأرواح الشهداء الأبرار والعلماء الماضين موتانا موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات سيما شهيدنا الغالي لهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.